خلينا بقى نروح يا احمد لمعسكر منتخب مصر. بينضم طبعا لاعبو النادي الاهلي الدوليين لمعسكر منتخب مصر النهارده يوم الاربعاء وفقا للاتفاق اللي بين كابتن محمد بركات مدير المنتخب وجهاز الكره بالاهلي بعد اعلان قائمه اللاعبين المختارين لتمثيل منتخب مصر من الفريق الاحمر. وطبعا الجهاز الفني للمنتخب الوطني كان اعلن طبعا بقياده كابتن حسام البدري اسماء المنضمين من لاعبي الاهلي لقائمه الفراعنه، وده استعدادا للتحضيرات الرسميه لمواجهه منتخب توجو ذهابا وايابا 14 و17 نوفمبر ضمن منافسات الجوله الثالثه والرابعه للتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه بالكاميرون. اللاعبون هم طبعا زي ما حضراتكم عارفين الشناوي ايمن اشرف، محمد هاني، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، وحمدي فتحي. مين اللي تم استبعادهم؟ احمد فتحي، كهربا، وحسين الشحات. طبعا معروف ان حسين الشحات تم استبعاده طبعا بعد ما اثبتت الفحوصات الطبيه اللي خضع ليها تحت اشراف طبيب المنتخب الوطني دكتور محمد ابو العلا اصابته بشد في العضله الخلفيه. مباراتين مهمين جدا، مباراتين توجو مهمين جدا، لان لازم يكون وضعنا في المجموعه احسن من كده. احنا متعادلين مع كينيا ومع جزر القمر، لازم نكسب المباراتين دول، وزي ما قلت لك يا احمد امبارح بكوره حلوه كمان الجمهور يستمتع كمان. ما ينفعش يبقى منتخب مصر في المجموعه موقفه صعب. هو احنا بنتكلم على توجو طبعا، مش منتخب يعني مش غانا ولا السنغال ولا كوت ديفوار ولا المغرب ولا الجزائر ولا تونس، بس متعادلين مع كينيا وجزر القمر. ده حقيقي، دي مشكله طبعا، يعني احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده. لكن انا ما اعتقدش انه يعني الكره ما فيهاش مستحيل، عشان ما حدش يعني يعلق بالكلمه. انا فاهم كويس الكره ما فيهاش مستحيل، وفاهم انه افريقيا اتغيرت، وفاهم انه الخريطه مش عارف تمام، كل ده انا على عيني وعلى راسي وبحترمه جدا. لكن انه مصر ما توصلش بطوله امم افريقيا في مجموعه فيها توجو وكينيا وجزر القمر، يعني مع كامل الاحترام والتقدير للدول دي، احنا بنتكلم عن منتخب مصر يا جماعه. فانا بيتهيألي ان الموضوع محسوم، خصوصا كمان انه يعني احنا بناخد اول وثاني من كل مجموعه. فعلى كل الاحوال اعتقد ان حظوظنا ما زالت موجوده وبقوه، نتمنى ان شاء الله. ومعانا منتخب قماشته حلوه، ومعانا لعيبه عامله سيزون اكتر من رائعه، سواء محترفين او بيلعبوا في الدوري المحلي، فبيتهيألي ان شاء الله المنافسه تكون محسومه.